بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم ندرس إن شاء الله أنواع الترويح. تفريح كي أنواع أقسام. جي نعم يا أستاذ طلحة، اقرأ بالترجمة بالأردية. نعم يا حبيبي نسمع. أنا نعم يا حبيبي. يمارس الناس بعض الأنشطة، لوگ جو ہیں ایکسرسائز کرتے ہیں، کچھ انشطہ کا کیا مطلب؟ انشطہ بتاؤ اپنا، بتاؤ تانیہ سمیرا، بتاؤ انشتا کا معنی کیا ہے؟ انشتا ایکٹیویٹیز. طيب لترويح يعني النفس، اپنے انجوائمنٹ کے لیے، اپنے آپ کو فریش کرنے کے لیے. ويطلب الناس، اور لوگ چاہتے ہیں، الترويح بعد انا العمل، اپنے کام کے بعد، او الدراسة یا اپنے پڑھائی کے بعد. عنا، عنا کا مطلب ہوتا ہے تھکاوٹ. نعم فالعامل عامل الذي يعمل كثيرا، يعمل كثيرا، هو العامل كام کرنے کرتے ہیں والا، جو کام کرنے والا جب کام زیادہ کر لیتا ہے. کام کرنے والا جب کام زیادہ کر لیتا ہے، یحتاج الی الترویح، تو اس کو تفریح کی ضرورت ہوتی ہے. والطالب الذي يدرس كثيرا، یا جب اسٹوڈنٹ زیادہ پڑھائی کر لیتا ہے، یحتاج الی الترویح، تو اسے انجوائمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. والترویح مفید للعقل والجسم، اس انجوائمنٹ کی مفید ہے عقل اور جسم دونوں کے لیے. وليس الهدف من الترويح قتل الوقت، اس کا هدف ٹائم ضائع کرنا نہیں ہوتا. وإنما الهدف قضاء الوقت في أنشطة مفيد، اس کا مقصد اپنے وقت کو مختلف اچھی ایکٹیویٹیز میں گزارنا ہوتا ہے. لترویح صور كثير منها، كثيرة منها، انجوائمنٹ کی بہت ساری قسمیں ہو سکتی ہیں. اس میں سے القراءة، ریڈنگ و ممارسة الرياضة، اور ایکسرسائز و سفر، سفر و قضاء الوقت، اور وقضاء الوقت في الحديقة، اور باغ میں ٹائم گزارنا ہو، على الشاطئ اور یا بیچ پہ، و العاب والحاسوب، کمپیوٹر گیمز، و اقامت المخیمات. ارے مخیمات کیا؟ ये हम जब करते हैं ना आउटडोर एक्टिविटी करते हैं उसमें टेंट लगते हैं, टेंट कैंपिंग, कैंपिंग को कहते हैं। وصيد السمك، سمك يا فيشنج، وزيارة المتاحف. متاحف کیا ہے سر؟ بتاؤ لڑکیوں، لادري متاحف متحف کی جمع ہے، یعنی عجائب گھر. يفضل كثير من الناس القراءة، زیادہ تر لوگ ریڈنگ کو افضل سمجھتے ہیں. ففیہا فائدة متعة، اس کے بہت سارے فائدے ہیں. فالإنسان يروح عن النفس بقراءة القصص، تو انسان یعنی روح کو تسکین ملتی ہے اس کی فکرات القصص واقعات سے، والشعر والکتب المفید، شعر اور
अच्छी किताब से, वमिन तरवीह المفيد الممارس الرياضة, और जो एक्सरसाइज है वो भी अच्छी है, इंजॉयमेंट के लिए, लियान इंसान यदु इलल कुवा, और ये इंसान को कुवत देती है। काल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल मोमिनुल कवीउल खैर, कवी मोमिन बेहतर है, वाहबुन इलल्लाही, और अल्लाह मिनल मोमिन ज़ईफ अल्लाह को ज्यादा वाहबुन पसंद इलल्लाही। होता है। अल्लाह को ज़्यादा पसंद होता है, मिनल मोमिन ज़ईफ, ज़ईफ मोमिन से, फी कुल्ली खैर, तमाम खैरों में से। नहीं, वो फी कुल खैर, और हर दो में खैर है, हर एक में खैर है। वकान المسلمون يمارسون الرياضة, और मुसलमान एक्सरसाइज किया करते थे। काला उमर बिन खताब, उमर बिन खताब ने फरमाया, अल्लिमू औलादुकुम सिबाहत व रिमायत व रुकूब الخيل, अल्लिमू पढ़ाओ औलादुकुम, तुम अपनी औलादों को सिपाह, क्या क्या मतलब ऐसा, अल्लिमू, सिखाओ अपने बच्चों को, असिबाहा तैराकी, व रिमाया और तीर अंदाजी, निशानाबाजी, चाहे वो फायरिंग हो या चाहे फिर वो तीर हो, वो रुकूबुल खैल और घुड़सवारी। अल्लाह अकबर, आपको क्या आता है इसमें? अल्लाह भाई को क्या आता है? मुझे कुछ भी नहीं आता इसमें से, तैराकी थोड़ी आती है सिबाह। ये देखो ना, ये तो बहुत जरूरी है, तैराकी, निशानाबाजी और रुकूबुल खैर। अब वहां तो घोड़ा है, आपको पास घोड़े बहुत हैं, तो जी बहुत आते हैं। सुन्नत के लिए जो है ना, वो उस पे जरूर जाए। नाम या अहबाब, हल इंदकुम मुश्किला फी हादा दर्स, हल हुनाका अय कलिमत सअबा जदीदा? لا مشكلة. نعم، جميل جدا، احسنتم احسنتم. متعة، ما معنى متعة؟ بارتني كتير. ها، ما معنى؟ فائدہ مند چیز، برتنے کی جو چیز ہوتی ہے جو فائدہ دے. نعم، سکون، وہ تو فائدہ ہو گیا. متعة کا معنی کیا ہے جی؟ یہ جو متعة کرتے ہیں اہل تشیع، نعم، متعة کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ متعة کا مطلب کیا ہو؟ استمتع، يستمتعوا، اتمتع، فائدہ اٹھانا فائدہ اٹھانا نہیں ہوتا، یہ مزے کا ہوتا ہے، مزے لینا، یعنی کہ آپ کو جیسے میں استمتع، واللہ ہمیں بہت مزہ آیا، استمتعتو فی لاہور، لاہور میں بہت مزہ آیا. تو یہ ہے جناب علی آپ کا. جميل، أحسنتم، نعم، تفضلوا إلى مخيمات، مخيمات، كامبينج. كامبينج. كامبينج، جميل، أحسنتم، تفضلوا. نعم، سل بين الكلمتين اللتين تأتيان معا. نعم، كون كون سے دو لفظ ایک ساتھ آتے ہیں؟ نعم، صيد السمك، سيد السمك. قراءة لا لا، الكتب، هو ثم استعملهما في جملة. نعم، أنا أريد جملة. سيد السمك. أنا أريد أتعلم صيد السمك. ها، أنا، جميل جميل، أتعلم الصيد السمك. صيد السمك، جميل. أنا قراءة أريد أن أذهب للصيد السمك. لسيد السمك، لسيد السمك، السيد كو هميشه آپ نے نا الف لام کے بغیر رکھنا ہے، سيد السمك، جميل. خلاص، نعم، قراءة، قراءة الكتب، جميل، قراءة الكتب المشغلات مفيدة. المشغلة المفيدة، جميل، أحسنت. نعم، ركوب طيب، الخيل، نعم، ركوب الخيل، نعم، جملة.
ما معنى ركوب الخيل؟ سواري. ركوب الخيل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. جميل. قتلوا. قتل الوقت. جميل. نعم. قتل الوقت خسارة في الدنيا والآخرة. قتل الوقت خسارة الدنيا والآخرة. جميل. ممارسة. ممارسة الرياضة ما معنى؟ نعم. مفيد للصحة. مفيد سوف للصحة. أذهب لممارسة الرياضة. جميل، أحسنت. أضيف كلمتين مناسبتين إلى كل مجموعة. نعم، الدراسة مثلا، العلوم، الطب. نعم. क्या करना है इसमें? العلوم، الطب، الرياضة. نعم، أضيف كلمتين. العلوم، العلوم، حاسوب، ماذا؟ حاسوب، مادات. نعم، حاسوب. الحاسوب. جميل، أحسنت. ترويح، اسمي أبني سبجكت كو ايد كرنا تھا. اچھا، الترويح هو السفر والقراءة. ركوب الخيل جميل، ركوب الخيل. وصيد السمك. صيد السمك، أحسنت يا ولد، أحسنت. الوقت. ساعة، سنة، دقائق، دقيقة، لحظة. أحسنت، أحسنت يا ولد. الرياضة. السباحة، الماية، ألعاب كرة القدم، ركيد. نعم، العناية بالصحة. حمية، دواء. رياضة، رياضة. نعم، أحسنت. فواكه. الهواء والجولة والمشي. والمشي، نعم، جميل، أحسنت. لركي ولا جيدي. الفاعل هو الاسم المرفوع الذي فعل الفعل. يمارس الناس الرياضة. إسكا ترجمة بتاع تانية، هر جملة كا ترجمة بتاع. يمارس الناس الرياضة. نعم، लोग क्या करते हैं? वर्जिश करते हैं लोग वर्जिश करते हैं। शाबाश। आगे। या तलब الطلاب الترويح. طالب علموں کو تفریح کی ضرورت ہوتی ہے. قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی الاسلام نے کہا. ये क्या है, इसका मतलब कौन है? बस صلی اللہ اسمه علیہ فائل ہے، وسلم. اچھا, اسمه فائل بتا رہے ہیں، ویسے ہم ترجمہ کر رہے ہیں جی. المريض الدواء. مريض مريض دوائي فيتا. رضي الله عنه. شباش. يفضل كثير من الناس الترويح. بہت زیادہ لوگ تفریح کو کیا پریفرنس دیتے ہیں. شباش. يفحص الطبيب المريض. يفحص الطبيب مريض. طبيب نے مريض کا معائنہ کیا. يطوف الحاج حول الكعبة. حاجی كعبة کے گرد طواف کرتے ہیں. شاباش. یہ دیکھیں، فائل کے اوپر نا پیش آتی ہے، ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی شروع میں سے ان آ گیا، ان آ گیا، تو پھر وہ اس کو زبر، ان اللہ مع الصابرین، تو پھر وہ ذرا زبر آ جائے کرے گا، ورنہ تو پیش ہی آتی ہے، رفع آتی ہے، اس کی پہچان یہ بھی ہے. نعم. اکل علی الخبزہ من هنا. سا يفضل يفضل محمد. الرياضة على القراءة.
नहीं 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 मोहम्मद तीनों में से चूज करना है यार, लड़की अली, किन तीनों में से? आपको मोहम्मद अनु, मोहम्मदुन ये आएगा, ठीक है, मरफू होना चाहिए जी। आगे खाई था गरीबत अलबिन अलम, बिन तो, शाबाश। आगे तो यंसहु तबीबु, तबीबुल मरीदा, यक्तुबु यक्तुबु तालिबु, तरसहु, शाबाश। ये देखो मफूल, यकराउ मफूल मुबीना, में मंसूब होता है, ठीक है, उस पर जबर होगी, मफूल पे जी। यकराउ, मुदर्रिसु, शाबाश। मुदर्रिस, यकदी, यकदिल الأولاد، أولادهم جميل جميل، العطر في القرية، نعم. يلبسوا، يلبس الحاج، الحاج يلبسوا يلبس الطفل الطفل، ثوبه. أحسنتم يا أولاد. فاعل، أين فاعل في هذا؟ فاعل ينام بدر في غرفة النوم، بدر جميل، أحسنت، نعم. في ثانية، يربح الإنسان عن نفسه بالقراءة، إنسان، إنسان نعم. وهنا في الثالثة، يدعو السلام إلى قوة إسلام، نعم. في إسلام. الرابعة، يحتاج الطالب إلى التربية، طالب، جميل. طالب. في الخامسة، ذهب الرجل إلى بيته، رجل. رجل، أحسنت أحسنت، نعم. املأي الفراغ، نعم. فحص، الطبيب، فحص، الطبيب، نعم. الثانية، دروس، يدرس طالب، الطالب، جميل، نعم. في الثالثة، يعمل يعمل العامل، العامل. جميل، سري بس يتناول، غلط نہیں ہو گیا، يدرس العامل الأذن، نہیں، يدرس طالب، پڑھتا ہے لڑکی، اور عامل کام کرتا ہے نا. المريض يتناول والدواء، ودواء، سعى بين الصفا الحاج والمروة. تو بن صفا. ये मुस्लिम का, हाँ मुस्लिम ऊपर आ गया था, ठीक है, चलो डन हो गया, बहुत अच्छा। नعم، أخيرا، هذا دع علامة الكراس، وهذا هذا، نعم. للترويه صور كثيرة، صحيح؟ صحيح، صحيح، جميل. يروح محمد عن نفسه، اسمه دیکھو، وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جس میں فائل ہے، فائل والے دیکھو، لترویح صور فاهم، قصیرہ اس میں نہیں ہے، نہیں ہے فاعل، آگے کیا ہے؟ يروح محمد عن نفسه، صحيح، اس هذا میں ہے، صحيح، يفضل الناس الترويح، صحيح، الترويح مفيد للجسم، لا، المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، صحيح، كاين ہے اس میں، کون سا فائل ہے؟ مؤمن، نہیں ہے، کہاں ہے؟ مؤمن، مؤمن فائل ہے کیا؟ یہ مبتدا ہے، وہ اس میں نہیں ہے، اس میں نہیں ہے. آگے چلو، يلعب الطلاب كرة القدم، طلاب كرة فاينل، القدم. ألعاب الحاسوب كيا هي؟ ألعاب الحاسوب فيها ترويح، نہیں ہے اس میں. يسافر أخي بطائرة، أخي، اس میں ہے، شاباش، أحسنت يا ولد، أحسنت، خلاص ان شاء الله غدا سوف نقرا هذا ان شاء الله. علي بھائی اس کو کہیں لکھ لے اپنے پاس یار، یہ 59 نمبر، اور 30 منٹ پہ نا، 1-2 منٹ پہلے آیا کرے احباب ذرا. چلے احباب، بہت شکریہ آپ کا سب کے دوست. نماز پڑھ، اچھا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کوئی نہیں، اوکے جی، السلام، خیال رکھیں، کل ملتے ہیں ان شاء اللہ تعالی. چلو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.